السلام عليكم. ومعانا دلوقتي استاذ رفعت حزب حماه الوطن، جاي مشرفنا النهارده بفرحه اليوم، فرحه نجل الاستاذه امال عبد الحكم، عائله ابو الريش وشره بكف الدكتوري. طبعا احنا اللي شرفنا دلوقتي بوجودكم كلكم معانا، شرف لنا. احنا جايين نهني ونبارك الاستاذ ياسر في فرح اخته تحت حزب حماه الوطن، كانت الكابتن احمد الراوي والاستاذ ايمن بن بدري ومحمد عبد النشيط ناصر الصباحي. كلنا جايين نحتفل ونفرح مع اخونا وفرح بنت اخته، عقبال عنده كلكم جميعا يا رب يتمم بخير، عقبال عندنا جميعا. الف شكر ليك، احترام وتقدير حضرتك. معانا محمد عبد اللطيف الجاز امين التنظيم حزب حماه الوطن. طبعا احنا جينا عشان نقدم التهنئه، كل حزب حماه الوطن بيقدم التهنئه، وبندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يفرج الكرب عن الامه الاسلاميه ودايما يديم الافراح. وكل عام وحضرتك بخير، راجل خدوم وبتخدم الدنيا كلها. شكرا لمعاليك. شكرا ليكم، وبنشكركم مشاهدينا على قناه ديرين مصر واخبار ديرين مصر وجريده ديرين مصر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب والانستغرام. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.